ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز مسارات للدراسات السياسية الأستاذ هاني المصري. أهلا بك أستاذ. أهلا بك يا هلا. يعني أستاذ هاني، وأخيرا جاء الرد الإيراني اليوم بتنفيذ عملية إنزال عسكري على سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي بالقرب من مضيق هرمز. كيف ترى أهمية هذه العملية برأيك؟ هذه العملية أهميتها بأنها رمزية، نعم، تدل على أن الرد الإيراني آت، ولا أعتقد أنه سيكتفي بهذه العملية، ولكن هذا يدل على أن إيران يمكن أن تختار غير التوقعات التي يتوقعها الكثير من الناس، بمعنى أن ترد إيران ولكن بدون أن يؤدي هذا الرد إلى حرب إقليمية، لأن إيران لا تريد حرب إقليمية، ونتنياهو وحكومة نتنياهو يريد حرب إقليمية، لأنهم يراهنوا على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقف إلى جانب إسرائيل في هذه الحرب، ومراهنتهم يبدو أنها صحيحة، لأن ما ظهر من رد الإدارة الأمريكية على مختلف المستويات أن الإدارة الأمريكية ستحتفظ وتدافع عن أمن إسرائيل وتشارك مع إسرائيل، لذلك يعني الذين يتوقعون حربا إقليمية شاملة عليهم أن يتريثوا. لا تريد أمريكا هذه الحرب ولا تريد إيران هذه الحرب، ومن يريد هذه الحرب هو حكومة نتنياهو، وحكومة نتنياهو ليست حرية تماما، نعم، بأن تفجر الحرب وهي محكومة للموقف الأمريكي، وبالتالي يمكن أن يكون هناك رد إيراني ولكن بدون أن يدفع الأمور إلى حرب إقليمية. نعم، ولكن ما هي السيناريوهات المتوقعة للرد الإسرائيلي على هذه العملية؟ الرد الإسرائيلي سيتوقف على طبيعة الرد، إذا كان ردا محدودا محسوبا، نعم، يمكن أن ترد إسرائيل بنفس الطريقة وينتهي الأمر عند هذه الحدود. إذا كان الرد الإيراني ردا قويا ويؤدي إلى قتل إسرائيليين، سترد إسرائيل بنفس الطريقة، وهذا سيؤدي إلى رد إيراني، ويمكن عندها أن تنزلق الأمور إلى حرب إقليمية. ويمكن أن يكون هناك سيناريو يتم فيه تهدئة، بحيث تتم مثلا وقف الحرب على غزة وصفقة تبادل وتهدئة مقابل عدم الرد الإيراني. صحيح أن هذا احتمال بعيد، ولكن تجري الجهود بالكواليس للتوصل إليه. نعم، ولكن هل تعتقد أن إيران ستكتفي بهذه العملية، أم أنها رد أولي على استهداف كبير مثل استهداف وتدمير السفارة الإيرانية في سوريا؟ علينا أن نلاحظ أن إيران لا يحكمها ردود، نعم، الأفعال. عندما تم اغتيال قاسم سليماني قامت إيران برد على قاعدة عين الأسد الأمريكية واكتفت بهذا القدر، وغير ذلك أيضا في عمليات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية كان الرد الإيراني محسوبا، لأن إيران تحسب أن إسرائيل تنصب لها فخا لكي تقع فيه، وهي تتجنب الوقوع في هذا الفخ. إيران تتقدم في المنطقة من حيث نفوذها، ولا تريد لهذا التقدم أن يتوقف نتيجة الانجرار إلى حرب شاملة في الوقت الذي يناسب إسرائيل. إذن الحسابات معقدة والاحتمالات متعددة، ولا يجب الوقوع في احتمال واحد والبناء عليه فقط. إذن يعني هذه التطورات بين إيران ودولة الاحتلال يمكن أن تمهد الطريق إلى حرب إقليمية في المنطقة أم لا؟ يمكن أن تمهد إلى حرب إقليمية أو إلى صفقة تهدئة أو بقاء الأمر على ما هو عليه. كل السيناريوهات مفتوحة، وليس هناك احتمال واحد هو الذي يسيطر على المشهد كله. نعم. سؤال حول موضوع مختلف، يعني هنالك هجوم دموي وكبير للمستوطنين في الضفة الغربية وتحديدا شمال شرق رام الله. كيف تنظر لخطورة ما يجري في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات المستوطنين التي تتصاعد يوميا ويوم بعد آخر؟ منذ 7 أكتوبر استباحت القوات الإسرائيلية المحتلة وقطعان المستوطنين الضفة الغربية، لأنهم استغلوا انشغال العالم بما يجري في قطاع غزة، ويركزون على محاولة تطبيق الأهداف الإسرائيلية في الضفة الغربية. وكما نعرف أن هذه الأهداف تتركز في النهاية على ضم الضفة الغربية، كما هو وارد في برنامج الحكومة الإسرائيلية الحالية، ولذلك يتم هناك مصادرة آلاف وعشرات الآلاف من الدنومات، يتم توسيع المستوطنات، يتم إطلاق يد المستوطنين بحيث يقوموا باغتيال والاعتداء على الفلسطينيين
لدرجة حرق المنازل والسيارات ومهاجمة البلدات والقرى، وفي نفس الوقت يتم طرد 3000 فلسطيني من أماكن عملهم وحياتهم منذ 7 أكتوبر حتى الآن، ونصب الحواجز في كل مكان بحيث تقطع أوصال الضفة الغربية إلى سجون منفصلة عن بعضها البعض، مما يضيق حياة الناس وأدى إلى بطالة 500,000 عاطل عن العمل، وإلى تدهور الوضع المعيشي بحيث 30% من التدهور حدث خلال هذه الأشهر في ظل امتناع العمال عن العمل بحكم رفض قوات الاحتلال السمح لهم بالعمل، وفي ظل اقتطاعات والقرصنة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية من أموال المقاصة، وفي ظل عدم قدوم الفلسطينيين من الداخل وبما في ذلك الإسرائيليين للشراء من السوق الفلسطيني كما كانوا يفعلون في السابق، كل هذه العوامل تجعل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية صعبة جدا ومرشحة للمزيد من الصعوبة في وقت يتم فيه زيادة عدد المستوطنين المسلحين وإعطائهم صفة رسمية في ظل قيادة إيتمار بن كفير الذي يريد تنفيذ المخططات الإسرائيلية الرامية إلى الضفة الغربية. نعم، يعني أيضا ما المطلوب من السلطة الآن القيام به من أجل مواجهة هذه الاعتداءات وحماية المدنيين الفلسطينيين في القرى المهمشة؟ ما المطلوب من السلطة؟ المطلوب من السلطة مثل أي سلطة أن تحمي شعبها. نعم. أن توفر الأمن والأمان لهذا الشعب، أن تقف في وجه الاعتداءات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال. نعم. وليس أن تكتفي بالشجب والمناشدة والمطالبة وبدون إجراءات فعلية ورادعة. مطلوب من السلطة الفلسطينية أن تشارك وتبادر لتشكيل لجان شعبية يشارك بها جميع الفلسطينيين خاصة في المناطق المعرضة للاعتداءات الإسرائيلية. أما الاكتفاء بالانتظار والاكتفاء بالشجب والإدانة فهذا لا يكفي ولا يسمن ولا يغني من جوع. نعم، يعني حول ما يجري أيضا في قطاع غزة، هل تعتقد أن الأمور ذاهبة نحو إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار أم استمرار للمعارك والحرب في الميدان؟ ما رأيك في ذلك وماذا ترشح؟ أعتقد أن هناك عوامل تدفع نحو الصفقة، وهي عوامل داخلية إسرائيلية وعوامل خارجية بما في ذلك الإدارة الأمريكية تدفع في هذا الاتجاه، وهناك عوامل تدفع لعدم إبرام الصفقة وهي تستند إلى موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير حربه ورئيس أركانه وأوساط متطرفة جدا في داخل إسرائيل التي تريد لهذه الحرب أن تستمر، لأنها تريد تحقيق انتصار إسرائيلي مطلق، لأن الانتصار لم يتحقق رغم كل الدمار ورغم كل المذابح ورغم كل المجازر ورغم محو مناطق يعني في قطاع غزة من الوجود، إلى أن المقاومة لا تزال صامدة ولا تزال تقاوم ولا تزال تقاتل ولا تزال تطلق الصواريخ على غلاف قطاع غزة وغيره. فإذا هناك سباق ما بين التهدئة وما بين استمرار الحرب. حتى الآن لا نستطيع الجزم من سيسبق من، ولكن لا يجب التقليل من العوامل الضاغطة نحو استمرار الحرب، لأن استمرار الحرب تعطي للحكومة الإسرائيلية فرصة وسبب للبقاء والامتناع عن التعرض للمساءلة والتحقيق والعقوبات التي يمكن أن تحدث إذا وقفت الحرب، لأن قيادة إسرائيل سيتم مساءلتها ومحاسبتها، لذلك تريد بقاء الحرب حتى تحقق انتصار لم تحققه حتى الآن، لعل ذلك يجنبها من مواجهة التحقيق والنتائج المترتبة على هذا التحقيق. نعم، يعني في السؤال الأخير، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن باحثة في مجموعة الأزمات الدولية قالت إن توقيت استهداف أبناء إسماعيل هنية اللي هو رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يبدو كأنه محاولة لعرقلة مفاوضات ووقف إطلاق النار في غزة، شو تعليقك؟ نعم هذا صحيح، لأن نتنياهو قدم الكثير من الأسباب التي تدل على أنه لا يريد صفقة تبادل أسرى، لا يريد تهدئة، وأكبر دليل أن هناك أعضاء من الوفد المفاوض في المفاوضات قالوا ذلك علنا بأنهم كانوا قادرين على التوصل إلى اتفاق قبل شهرين، ولكن نتنياهو قد أعاق ذلك، وحتى اليوم قال أحدهم بأنه لا يتحمس للذهاب إلى المفاوضات لأن التفويض الذي منحه نتنياهو في الجولة السابقة سحبه من جديد،
بدليل أنه قلل عدد الأسرى الذين يتم الإطلاق سراحهم. نتنياهو لا يريد اتفاق، لا يريد تهدئة، ولكنه لا يريد أن يظهر ذلك بشكل مكشوف، لذلك يدعي أنه حريص على الاتفاق، ولكنه يفعل كل ما من شأنه منع هذا الاتفاق. نعم، إذن شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز مسارات للدراسات السياسية أستاذ هاني المصري. شكرا لك. أهلا وسهلا.